التحيات للجميع. حلقة جديدة من مراسلون رح نعرض خلالها مجموعة من التقارير المصورة أعدها مراسلونا من عدة بلدات حول عدة موضوعات. بلشنا. احتفلت مدينة الناصر يوم السبت بإضاءة الشجرة الميلادية في ساحة كنيسة البشارة للروم الأرثوذكس. الاحتفال كان ضمن أجواء التباعد وكل القيود اللي فرضتها الجائحة. نتابع. بمناسبة الأعياد المقدس عيد ميلاد مجيد وعيد راس ثاني إن شاء الله ربنا ببارك ثاني جديد ونأخذ منه بركات وبأخذ منه نور مقدس كل عيلة ورور ليش كمان شاي سجرة بدوي ويمكن ألوف نور وضاو في هون بالسعيدة. إحنا بدنا نور مسيح في قلوبنا وكلام متخير من ساحة كنيسة البشارة بجانب كنيسة البشارة من مدينة الناصري مع إضاءة شجرة الميلاد النصراوية. نتمنى الخير والسلام لكل الناس وتزول هاي الأوبئة وزوال وباء الكورونا ونرجع نعيش حياتنا الطبيعية، حياتنا مع أهلنا وناسنا، ونتجمع بهاي الساحة اللي بتجمع الناس من كل محل من كل طيف. بيجوا على هاي الساحة في هاي الفترة كل الناس بتعايد على بعضها من كل فئات مجتمعنا. بنتمنى ترجع هاي الأيام الحلوة، وإن شاء الله السنة الجاي بتكون سنة خير، سنة تفاؤل، سنة سلام. نور الشجرة يعم على كل أرجاء شعبنا وكل أرجاء مدننا وقرانا ودولنا. زين لون شجرة تاخد لون قمح المزروع، حضر مغارة للعطرة وقبل الكل متود يسوع عشب. أحب أبعد تحية لكل العالم بمناسبة عيد الميلاد، أعياد الميلاد وعيد رأس السنة، من مدينة البشارة، من مدينة الناصرة، من مدينة المحبة والتآخي، من مدينة السلام، من ساحة الروم، من ساحة العين، من هاي المدينة المميزة مدينة البشارة. من كل العالم كله نبعث لكم البسمة والوحدة والمحبة من هاي المدينة، وكل عام وانتم بخير. احنا تعودنا كل سنة نضوي الشجرة يكون مئات الالاف، مش مهم السنة، بدنا نتعود بس السنة. احنا سنة الجاية راجعين نكون مئات الالاف. انا متفائل خلال اشهر رايح يرجع العالم كله العادي، ومدينة الناصر رايحة ترجع العادي. وأنا فتاة بتول، روح القدس ستحل عليك. العذراء كانت عذراء وظلت عذراء لأنه الحبل بلا دنس كان. إحنا رسالتنا بهاي الليلة رسالة محبة للجميع. بعدد أنوار الموجودة حوالينا إحنا كنا بنتمنى إنه الناس تكون موجودين معنا هنا بهالليلة المجيدة، هاي الليلة التحضير لعيد الميلاد. بس للأسف الجائحة الكورونا، احنا بنطلب من كل الناس انه يا حبايبي انه حافظوا على نفسكم، لانه احنا بدنا اياكم تكونوا اقوياء، اقوياء في المسيح، اقوياء في محبتكم لبعضكم البعض، وهيك احنا بنخلص من هالجائحة هاي، وان شاء الله بنفوت بسنة جديدة، سنة فيها أمل وفيها خير وفيها انتصار على القوى الشريرة كلها. قربوني من بهاء الغالي حس.
تقريرنا التالي رح يكون عن صناعة العسل وكيف تأثر هالمجال بكل ظروف الجائحة. ضبطوا قعدتكو، الملكي حاضرة بالتقرير. ننتقل إلى عيلبون. شغلة النحل أنا بلشت فيها من طفولتي، والدي بيعمل بالنحل وأنا بلشت دائما كل الوقت من طفولتي كنت أروح معه على النحل، والحمد لله يعني استفادت كثير من العمل بالنحل، وحتى إني رحت جربت كثير عمل ثاني يعني هون ما زبطش معي، بقدرش أعيش بدون نحل. مواسم النحل، النحل تقريبا بكون بالشتوية يعني بحالة سبات اللي بتقدمش فيها، من ما ببلش الربيع يخرج أزهار ببلش النحل يتكاثر بسرعة جنونية، الملكة باليوم الواحد بتبيض من 1005 إلى 2500 بيضة باليوم الواحد، ببلش النحل يتكاثر أكثر إشي بالربيع لأجل إنه غذاء وفير ونسبة حبوب لقاح موجودة بكثرة بالمراعي. حبيبات اللقاح موجودة اللي هي زي اللي هون حاملها النحل على رجليه، مبينة هون حبيبات اللقاح، بجيبها النحل من المرعى، النحل السارح بحطها بالبرواز، والنحل الصغير اللي بيخلق بتغذى على حبيبات اللقاح هاي. هنا عندنا كمان الملكة اللي هي أم جميع النحل اللي موجود هنا بالخلية، الملكة هي أم الكل يعني كل هذول العاملات أولاد الملكة. الملكة هي موجودة هنا، منرجعها على البرواز لقدام مشان تصورها مليح. هاي الملكة هي قدامنا هون، تختلف عن النحل، بسكر على الحضنة هون على الفراغ تاعيته، بقدرش يسكر بالشمع الخالص زي الشمع اللي موجود هون كيف بسكر على العسل النحل، إنما إذا بده يسكر على بالشمع الخالص على الفرخ تاعه بقدرش يفوت الأكسجين وبطلعش الفريخ وبقتله وبموت. من شان هيك النحل لما بسكر على الفرخ كيف مسكر هون هاي الحضنة، لما بسكر بحط معاها حبيبات صغيرة من حبيبات اللقاح اللي هي زي حب الرمل، أصغر جزيئات من حبة الرمل بسكر عليها، وبعد التسكير بطلع الحبيبات هاي الصغيرة من التختيم هون على الفراخ، بصير في مجال إنه ينزل الأكسجين يفوت بقلب الداخل ويتنفس الفرخ بقلب الخلية. الشغل في محلات اختلف بفترة الكورونا، مثلا أنا كان معي توصي إنه أنا بقدر من الوزارة تعية النحل إنه أنا بقدر أطلع أشتغل بالوقت هذا، ما اختلفش كثير علي الوضع، ولكن من ناحية الزباين كثير اختلف الوضع إنه خفت المشترى، خف المبيعات، الطرق كلها كانت مسكرة، يعني كان الإشي صعب هاي السنة أصعب من باقي السنين كلها. والآن إلى جنوبي البلاد، ورح نعرفكم على مجموعة رائعة من خلال هالتقرير. هالمجموعة بتسعى لمزج الموسيقى الشرقية وأيضا تقديمها من خلال قوالب مختلفة حتى توصل الجيل الجديد في كل مكان. نتابع.
مدرسة الموسيقى الأولى والوحيدة في رهط والنقب عودة إلى التراث وإلى الحداثة. أحمد أبو مديغم العمر 50 عام، متزوج وفي نفس الوقت جد. الآلة اللي حبيت أعزف عليها وحبيت أتطور عليها وأطورها آلة الأورج، بجوز في سنوات مضت ما كان في مجال في هذه المدارس أو المؤسسات كان يعني في عناية بالنسبة للموسيقى وما كان في جهات تطورها. السنة هذه في المركز الجماهيري في دورة للموسيقى تحت إشراف معلمة محترمة، وإن شاء الله إحنا يعني بلشنا من جديد يعني على أساس نتعلم الموسيقى على أصول. أنا محمد أبو مديغم، أبلغ من العمر 51، جد ل 12 حفيد. حبيت الموسيقى من صغر والحمد لله رب العالمين. في تعليم الحين جابوا معلمين كويسين الحمد لله، ونتعلم الموسيقى على أصولها الحمد لله رب العالمين. شعوري الحمد لله مبسوط مكيف، لاني لقيت الهوايه تبعتي في رهط من يعلمني اياها. عمري 60 عام، بدأت الموسيقى في فتره طويله والحمد لله رب العالمين. في رهط ما كان اي مشروع نحن نقدر نتقدم في الموسيقى، ولكن في الوقت الأخير الحمد لله رب العالمين فتحوا مشروع في بلد رهط. فاليوم الحمد لله بدي نتعلم الموسيقى، ولو أننا بنعزف ولكن ما بنعزف على أصول. فاليوم التعليم تبعنا كله على أصول، نعرف شو المقامات، شو إيش معنى عود، إيش معنى أورج، وبنتعلم التعليم هذا على أصول. الحمد لله إن شاء الله ننجح في حياتنا قدام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي مارينا، أنا معلمة هون بالرعد. أنا أصلية من بوسنة وهرسك، بس هونك أنا معلمة بالمتنس. أنا درست في الأكاديمية للموسيقى في القدس، بس أنا مش بس معلمة هونك، أنا كمان طالبة لأستاذ أحمد ولأستاذ محمد ولأستاذ هادي، طالبة للتراث بدوي ولموسيقى بدوية. مدرسة الموسيقى التابعة للمركز الجماهيري رهط الأولى والوحيدة اللي في النقب، اللي تم افتتاحها قبل عامين رغم كل التخوفات اللي كان إنها ما تنجح أو إنه مشروع جديد على مدينة رهط، إلا أنه كان مطلوب بسبب المواهب اللي كانت تتوجه للمركز الجماهيري على أساس أنه ندعمها. فكانت الفكرة إقامة مدرسة لتعليم الموسيقى. والآن إلى مجموعة رائعة من الصناعات اليدوية اللي أساسها الخشب والخزف ضمن مشروع فيراندا اللي بيطل على العالم بهالإبداع من الطيري. نتابع. أنا بشار عراقي، هذا مشروعي، اسم المشروع فيراندا. فيراندا هو محل اللي عمليا بيجمع حضارات من شعوب مختلفة، بالأساس من حضارتنا ومن ثقافتنا إحنا الشعب العربي الفلسطيني. كثير أعمال يدوية اللي تصنع في داخل فلسطين، كثير من الأعمال هاي جاي من برا فلسطين ولكنها كمان صنعت يدوياً وبتعبر عن ثقافات وحضارات شعوب مختلفة. أنا كمان مشارك في عملية التصنيع، في عندي ورشة بحاول أعطي هوية ثقافية سياسية لقطعة الأثاث اللي بتقعد عندنا في البيت. مش لازم بس تكون عملية، لازم كمان تعبر عن رسالة. أنا ما كنتش عارف شو اللي بدي أشتغله، يعني خزانة المطبخ نجارة، خزانة غرفة النوم نجارة، الكرسي نجارة، الطاولة نجارة، شو أي نجارة بدي أشتغل. ففي يعني بعرفش كيف بالضبط، أما لقيت حالي أكثر بميل للقطع الصغيرة المركبة أكثر، اللي فيها إمكانية إضافة السيراميك الفلسطيني،
اللي فيها إمكانية إظهار الخشب على طبيعته الحقيقي، مش خشب اللي هو معبد ومصنع، ولكن خشب طبيعي. يعني هون هي خشبة صنوبر. فعمليا أنا كمان الطموح الأساسي إني أعمل خشب اللي هو صديق للبيئة، إعادة تدوير. يعني أنا بحاول ما أشتري خشب، أنا بحاول أجيب خشب اللي أنا بنظفه، بعيد تشكيله، بجمعه على أساس إنه يوصل للمرحلة النهائية. وكمان بدك تكون أنت شوي يعني بدك تضيف نوع من التميز أو المعنى الإضافي للقطعة، إنك أنت ما بتشتغلها بـ 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 بطريقة حديثة، أنا بشتغلها بطريقة تقليدية، بمعنى أنا ما بجيب الواح كاملة. كمان مرة هي قطع صغيرة اللي بتتجمع بتتنظف، والتركيب خشب وصمغ، ما في براغي ولا مسامير. أصلاً شغل بشار شو ما بيشتغل هسه هو تحدي بحد ذاته. أنا ربياني بالآخر بمجتمع اللي ما بيشجع الحرف اليوم بالمرة. خلص شهادتك وتعلم، ولازم تكون بمنصب عالي وبالشركة الأعلى وإلى آخره، ولازم الوضع المادي يكون منيح، ولازم أركب السيارة المنيحة، ولازم أسافر وانت ما أنا بدي وانت ما بخطر ببالي. وحياتنا عم بتروح للأسف لهذا المحل، وهذا التحدي، لأنه فيش حدا ببلش وبطوالي بوصل لمحل بعيد. فطبعاً بقدر كل قطعة وقطعة بعملها، لأنه بعملها بشغف. فكان هذا المشروع هو مشروع متواضع اللي بدأ في محل 20 متر في تشكيلة بعض الرفوف اللي أنا اشتغلتها بإيدي وبضاعة خفيفة. فالحمد لله المشروع نما، مش بس بسبب إنه إحنا حبينا نعمل مشروع صغير، ولكن التكاتف العائلي، إن كان من طرف عائلة ميسان خواتها وعائلتي، والدعم المجتمعي. يعني مش مفهوم ضمن انه يجي عندك زبون يعطيك اطراء ويشكرك على انك انت وفرت له هذا المنتج اللي هو كان يدور عليه. وكثير ناس اللي بتتعرف على منتجات اللي كانت تشوفها زمان بطلت تشوفها اليوم. وهون بذكر انه في البدايه كان اسم المحل في حضرة الغياب، طبعا اقتباسا من احد قصائد محمود درويش، ولكن كان هدفنا هو انه احنا نعم انه في غياب معين عن ثقافتنا، حضارتنا، تراثنا اللي احنا بنقدر نحييه. طبعاً بقدر كل قطعة وقطعة بعملها، لأنه بعملها بشغف، لأنه بعملها كهواي، بعملها بحب. أنا بشوف كيف بصحى كل يوم الصبح، كيف برنامجه بيكون، الابتسامة، الراحة النفسية اللي بيكون فيها، في تغيير نوعي. وهو تحدي كبير، تحدي كبير لميسان اللي ربيت بمجتمع هيك، بس بداخلها دايماً كانت تآمن بأشياء ثانية. المحل هذا بشكل عام أنا بحسه هو انعكاس للتمرد اللي كان فيه ورح يكون دايماً فيه. فأتوقع هذا إنجاز اللي ممكن الأول مرة بحس فيه وبفتخر يعني أني بحس فيه وأني عملته. يعني أنا بكون في عندي رؤية لمنتج معين اللي بقول إذا بنناها بتوصلنا مادياً لأن نبيعها. أي مثل المخاطرة في إنك تحول نفسك من إنسان موظف في مؤسسات وعمل سياسي واجتماعي لسنين طويلة لنجار. فكمان إنه أنا ببحث عن إطار ثقافي لإلي، ما بديش أشتغل أي مهنة. والنجارة أنا أبوي 40 سنة كان نجار، ويمكن شميت ريحة الخشب صح بدري في حياتي، بس ولا مرة ما مارستها كمهنة. يعني مخيف إنك تشتغلي مع ماكينات صعبة، مش مريح انك تفشل في مشروع وانت تركب فيه، اوكي؟ وبدك ثقه كثير عاليه في انك تصور تطلع على الفيسبوك او انه يكون عندك منتج نهائي اللي تقدر تبيعه. يعني انت في الاخر بدك تبيع شخص اللي بيعرفش رسالتك الثقافيه والعشق تبعيك للمشروع، لا، هو عجبته السكمله اللي عليها الرسمه هاي الحلوه. فكيف انت بتضمن انه في جوده في المنتج؟ فانا كمان يعني اخذني اشهر فاني انا اتعلم وأدفع أحياناً أثمان بسيطة، والحمد لله في مراكمة. فكمان صرت أربط أنا مع النجار الفلسطيني، يعني النجار كمهنة كحرفة، مش إنها حديث يعني، لا بتاتاً كان في نجارين في فلسطين بنوا بيوتنا. فشو الأدوات اللي كانوا يستخدموها، شو الخشب اللي كانوا يستعملوا، شو التصميم اللي كانوا يعتمدوا عليه، شو طريقة التركيب اللي كانوا يشتغلوها وإلى آخره. أنا مشروع اللي هو يقام بسبب انتمائنا وحبنا وإرادتنا للحياة، واستمرار المشروع بيعتمد على وجودنا إحنا، ووجودنا بيعتمد على استمرارية مشاريع مثل هيك، لأنه إحنا كمان منبيع منتج ثقافي وهوية.
بس كل ما حدا جديد بيجي وبنبسط و... وجد بتشوفي ابتسامته بيعطيني شعور اني انجزت، اني انجزت هدف. لهون بنوصل لختام هذا العدد من مراسلون، نلتقي الاسبوع المقبل مع مجموعه من التقارير الجديده. كونوا بخير. التحيات للجميع. حلقة جديدة من مراسلون رح نعرض خلالها مجموعة من التقارير المصورة أعدها مراسلونا من عدة بلدات حول عدة موضوعات. بلشنا تقريرنا التالي، رح يكون عن صناعة العسل وكيف تأثر هالمجال بكل ظروف الجائحة. ضبطوا قعدتكو، الملكي حاضرة بالتقرير. ننتقل إلى عيلبون. شغلة النحل أنا بلشت فيها من طفولتي، والدي بيعمل بالنحل وأنا بلشت دائما كل الوقت من طفولتي كنت أروح معه على النحل، والحمد لله يعني استفادت كثير من العمل بالنحل، وحتى إني رحت جربت كثير عمل ثاني يعني هون ما زبطش معي، بقدرش أعيش بدون نحل.
مواسم النحل، النحل تقريبا بكون بالشتوية يعني بحالة سبات اللي بتقدمش فيها. والآن إلى جنوبي البلاد، ورح نعرفكم على مجموعة رائعة من خلال هالتقرير. هالمجموعة بتسعى لمزج الموسيقى الشرقية وأيضا تقديمها من خلال قوالب مختلفة حتى توصل الجيل الجديد في كل مكان. نتابع. مدرسة الموسيقى الأولى والوحيدة في رهط والنقب، عودة إلى التراث وإلى الحداثة. أحمد أبو مديغم العمر 50 عام، متزوج وفي نفس الوقت جد. الآلة اللي حبيت أعزف عليها وحبيت أتطور عليها وأطورها آلة الأورج. بجوز في سنوات مضت ما كان في مجال في هذه المدارس أو المؤسسات كان يعني في عناية بالنسبة للموسيقى، وما كان في جهات تطورها. السنة هذه في المركز الجماهيري في دورة للموسيقى تحت إشراف معلمة محترمة، وإن شاء الله إحنا يعني بلشنا من جديد يعني على أساس نتعلم الموسيقى على أصول. والآن إلى مجموعة رائعة من الصناعات اليدوية اللي أساسها الخشب والخزف ضمن مشروع فيراندا اللي بيطل على العالم بهالإبداع من الطيري. نتابع. أنا بشار عراقي، هذا مشروعي، اسم المشروع فيراندا. فيراندا هو محل اللي عملياً بيجمع حضارات من شعوب مختلفة، بالأساس من حضارتنا ومن ثقافتنا إحنا الشعب العربي الفلسطيني. كثير أعمال يدوية اللي تصنع في داخل فلسطين، كثير من الأعمال هاي جاي من برا فلسطين ولكنها كمان صنعت يدوياً وبتعبر عن ثقافات وحضارات شعوب مختلفة. واستمرار المشروع بيعتمد على وجودنا إحنا، ووجودنا بيعتمد على استمرارية مشاريع مثل هيك، لأنه إحنا كمان منبيع منتج ثقافي وهوية. بس كل ما حدا جديد بيجي وبنبسط وجد بتشوفي ابتسامته بيعطيني شعور بإني أنجزت، إني أنجزت هدف. لهون بنوصل لختام هذا العدد من مراسلون. نلتقي الأسبوع المقبل مع مجموعة من التقارير الجديدة. كونوا بخير.